تحياتكم الناس اللي تابعوا فينا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من راف مايك بلوس. سعيد جدا بملاقاتكم في سهرية رمضانية جديدة وأسعد بملاقات أرمادة النجوم. يقودها كالعادة لو جران فتحي المولدي. مساء النور سوح. الساعة شريف. الساعة شريف. الساعة شريف سادة المشاهدين. إن شاء الله ليلة رمضانية أخرى حلوة برشا. سهريات في رمضان يظل قريب باش نتوحشوهم الراف، لأنه فعلا أجواء رمضانية عالمية. المئة متر الأخيرة متاع شهر رمضان إن شاء الله. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بوغوس الإعلام في تونس مراد زغيدي. صحة شريفتك رفيق. صحة شريفتك مراد. صحة شريفت اللي يتفرجوا فينا الكل واللي قروا اليوم. أما ما يخرجوش بكل ولا يخرجوا مخر برشا دون تولي كا نقعدوهم سعدي وقايد به مع بعضنا. باش نحكيو بعد شوية على العشر الأواخر وباش نحكيو على تحذيرات العيد بالنسبة للعائلات التونسية. جاتنا معايدة أنيقة رشيقة سونيا اليوسي. حشريبة الجمهور اللي معانا واللي يتفرج فينا بلعب وضحكنا حتى هو ثالث حلقة في شهر رمضان. فيسع فيسع تولينا نحكيوا على تحذيرات العيد. إن شاء الله يا ربي يحينا بخير وإن شاء الله يا ربي يتعداو على خير الأيامات. نجرو نجم النجوم للأسف طلعت فوسون دافريل يرجع بحذينا هذا الأسبوع. تصفيقة محمود البارودي. مرحبا رفيق. مرحبا بال الكرونيكور أصدقائي. مرحبا بالسادة الجمهور اللي معنا واللي يتفرجوا فينا. أنا حاجة بركة رفيق في الدخلة نحب نلفت لها الانتباه إنه شهر رمضان نلعبوا كورة ماضي ساعة ونص بتاع القايلة. والله يلزمنا نلقاو حل في هالحكاية هذية. كل عام رانا قاعدين نعاودوا فيها. هل إنه أصبحنا عاجزين إنه ننظموا مقابلة كرة قدم بعد شقال الفترة في تونس؟ إن شاء الله المسؤولين سواء كانوا في وزارة الداخلية أو المسؤولين على كرة القدم يلقاو لنا حل باش ما عادش نراو المستوى بتاع الكورة بتاعنا في رمضان وخاصة في القايلة وسخانة وعبيد صايمة. دونك إن شاء الله يسمعوا الرسالة هذه يا رفيق. معناها واحد شقق فترة وحال التلفزة حاب يسمع حاجة سمباتيك نحكي له على مشكلة الكورة والمقابلات اللي تلعبها قبل شقان الفترة. يقول لك لعب والله لا لعب. أين المنطق؟ والله بالحق خاطر فرصة هي داخلة ماك تحب على داخلة. إيه هاي داخلة. نحيها الداخلة. سلم وانتهى الموضوع. حتى تصفيقة كبيرة عليه يعود بعد غياب ثلاث حلقات نجم النجوم النقيب والسوبر ستار مقداد السيني. بارك الله فيكم. اهلا وسهلا. صحة شريبتك راف. صحة شريبتكم الكل. وحشناك خويا وخليك. وانا كذلك خليتوا بلاصة كبيرة عليا جمهور راف ماك بلوس. عدنا والعودة احمد. اسبوع في قطر الكل عمل. استقبلوني استقبال كبير قناة العربي 2 بارك الله فيهم الكل. ونحب نذكر اللي فما توانسة يخدموا في خدمة كبيرة على راسهم صديقنا الأستاذ الفنان بشير الزمامي ومعاه زينة الخوري في مركز وتر للفنون والموسيقى العربية. تأثير بيداغوجي وعلمي وفني وتقني وموسيقي لأطفالنا وشبابنا التوانسة والعرب التوانسة يخدموا في خدمة كبيرة في قطر. شرفنا في قطر. بارك الله فيك. شفنا الغناء شفنا الميسيون حاجة تعمل كيف. عاودوا صفقونا على النقيب بربي. بارك الله فيكم. وشكرا لك يا نقيب لوميور بور لافام كالعادة نجم الحوار والرجل رقم 2 في هذه القناة. تجينا بالدنجر اليوم نحب تصفيقة زياد المكي. أهلا بك رفيق. أهلا بالعباد الكل اللي يتفرج فينا. يا خويا إن شاء الله رمضانكم مبروك. صحة شريبتك مومبوكس. عايش خويا رفيق ربي فضلك وعلى الترحاب هذا البي. أنا باش مع مقداد على الفنانين تحية الفنانين التوانسة اللي عملوا سهرات رمضانية. انا مشيت مع العائله باش نتفرج في سهريه هكا نص يا خويا العباد تقول نبيع في الدروك. قالوا لي التراويح 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 رفيق يا ودي. قلت لهم زي صلينا العشاء صليتوا كمان التراويح. قلت لهم صليتوا توبه. قلت لكم تحيه لهم العباد اللي تبع فينا وخاصه رفيق العباد اللي تبع فينا من برا. والله برشا مساجات من دبي من باريس حتى واحد بعث لي من امريكا. ربي معاهم وان شاء الله يعديوا رمضان باي برشا وان شاء الله يجيوا لتونس خير سالمين يا رب. تحيه لكم الكل اللي تبعوا فينا وخاصه أصدقائنا والمواطنين نتاعنا اللي في الخارج. ربي إن شاء الله يلم شمل التوانسة الكل وإن شاء الله رمضان تعدي لكم مبارك وإن شاء الله عيد مبارك على الجميع. رحلتنا تنطلق والبداية كالعادة بالليمون موفور متاع حلقة الأسبوع الفارط. تو سويت إزابينغا. مرحبا بكم الناس الكل في زابينغا راف ماك بلوس. عزيزي المشاهد شد لي روحك. للاسف الشديد المره هذه عندي لكم خبير مش هو. الله غالب الله غالب. قرار صعيب شويه خذاه محمود. نحاولوا نتقبلوا الصدمه مع بعض. ناي تفضل محمود اعطينا القرار. انا فرحان برشا بالفتره اللي عديتها معاكم. احنا اسعد فرحان برشا اللي تعديت معاكم 19 حلقه هذه يدري هذه اخر حلقه معاكم قبل حي الجمهور.
شعبيه شعبيتك كلها شعبيه اي الله اكبر معناتها لا انا في بالي بصعب الكذب التفريله ما هو يا راجل يا راجل ما شاء الله عليك التوانسة ما فرحوش بالاستقلال على قد ما فرحوا بخروجك من التلفزة لا ما شاء الله خدمت ولقيت محبة الناس ليك اي نفس محبة زياد ليك بالضبط أنت تتخذ فلانا خلينا معناه فلان هزني متهلك لأني وكافر وصديقتي به هزتني للهوى شو زياد؟ إن شاء الله تفهم روحك تبعد يا ربي يا ربي يا ربي أبعد عليا بعدوا عليها في الشتاء وفي الربيع وفي الصيف يا رب ما لا ها وكتفل واضح ما مش يفادلك معنا قالك ابعدني ابعدني يا اخويا حاجتين لازمك تبعد عليهم ديجا زياد وسونيا اي لا هذه نصيحه بعيد على زابينك سونيا ذكروا احلام احلام عينيك يا سونيا والله احلام عينيك يا سونيا والله عليك. يلمعوا هاوك قدر الله ما شاء فعل توش واقفه معاه تربي في لازم تسامحه لنهار قال لها كلمه حلوه وي سونيا محلاه محلى عينيك محلى عينيك غزلني وكذا ومسيب مرتك وجايبوني تضحك ربان ايوه هذه قضيه اي هذه اسمها قضيه اي هذه اللي مصاب بالرسمي كان جات بوسون دافري تو هكا تو هذا يصير في برنامج يا زياد واحنا قراب من ليله النص ليله النص عادي ربي نمشيو للجامع نتقربوا من ربي وندعي ونزو السجاده راهو رمضان فما سجاده في الجامع ما هو فما رفيق حبيت يبارتاجيوني على التيك توك انا اخي هكا حرقت ايوه اول ما يوقف المشحله واه فيلم كله تحف الماء اي تلف تلف زياد شيمك فيه شيمك فيه ويجا ندعي واحنا شيمك فيه دعاء للناس الكل الشيخ مليح قبل ما تقدرنا انظروا يمنة ويسرى الوجوه منورة لا 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 لحظة زيدون ما زال ما بداش يدعي راهو الشيخ ما فيش تعمل تدعي في الريميرسيمون الراجل يشكر في العبيد وانت هزي ديك خي حافظ مش فاهم ولا كيفاش انا حاسك الشيخ بيدو ماكش فاهم انت وقتاش يدخل وقتاش يتعدى وقتاش يخرج الامور داخلة بعضها رفيق بربي والطريقة تحت حط مخدة وش بيك نجيبوا لك كانون الشيخ مليح رق اقسم برب العز احنا الشيخ مليح بعد مازال ما جاش لا انا ايوه لا قلت لك اي مش فاهمين لا الشيخ جاء ما جاش بدا يدعي ما بداش الدنيا ماكله بعضها لا وكانك تسال على فتوح عزيزي المشاهد وينه في هذا الكل لا فتوح مش هوني فتوح له يطور في موهبته سونيا قالت لك هديه لائقه وانت تبارك الله اللي قد جيب حلو بدايه مشجعه فتوح يلا سيرو محمود عندك مع الموسم والحلو في الحكاية اللي اكتشفنا اللي فتحي عنده قصة حب أخرى بخلاف حبه لجدمو أي قصة حب كبيرة مع الشامية وش قولك مع الشتاكي لحنا كي نبدأ نصوره ربي يا رفيق سامحني تحطني بقى حلو فتحي القانون شي يقول فتحي يضرب الشامية تقول ترزوها ايش تحكي لي انت الناس الكل تذوق شاميه فتحي لا يتعشى شاميه يتغذى على الشاميه صح يا اخويا صح صح عليك فتوح احنا شي همنا خلينا في جونا والعابنا وكذا وهو الحمد لله الامور بردت بين الجماعه اي لا بشويه كلام وكذا وهديناهم فهموا اللي طلع الاغنيه لعبه مجرد شكون لعبه تحدث لحظه حبيبتي تحت مرادف يا مراد يا باتستوتا بونتو في كاس العالم اللي لحن الغنية بيدها ما فرحش كي ضربت الغنية هكا وسع بالك وسع بالك نعاود نقولها هي مجرد لعبة يا ايوه لا قوموا له هكا ماش ناقصنا احنا كان رفيق هارب وانتم ما تجيو وراه هكا تو حلو ويا محمود اش تعمل من غادي يهبط من فوق الطاوله يا ديني محلالي فرحوا يا ديني محلالي فرحوا يا ديني فرحوا ضفت العلم وضفت الجهل اوبا لا لهنا احنا تعرف وين احنا في منطقه تسميع الكلام اي لا فتحي قاعد يتعامل مع طلع الاغنيه بنفس اداء قضيه نفقه وشكون شد مراد مع على اساس مراد ناقص هو تجمع عملوا له كليب صيد الريم محال يمشي بلاش يا صياد حلو ما شاء الله جايبين فرقه اولاد الجويني معانا كليب جمله يا صياد رفيق 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 باش نخسروا بعضنا في اللعبه هذيا بدل خويا نمشيو لشكون زاد هي خفيفه وحلوه والعباد مش على اعصاب قداش نجموا تسميوا لي من فيلسوف معناتها الغريبه خليتها المتر شدي انا فيلسوف حتى انت اش تفهم فرقي انا علاش ديما نخدم معاك خاطر عندك تفهمني عرمه
عرمش عرمش اي اللي دخلنا في الظلم لهناش ويسالوا انت على المترسمين في النازه شكون هم كهو معنا والمتر 10 سنين قرايه 30 سنه كارير يحلف الحلو بعدين غريبه وكعك ورقه وكذا تو كلام هذا لا زايد هكا والله يزيد هكا يلا شباب نتقابلوا الجمعه الجايه في زابينغ تحية لصديقنا رامي الفراتي اللي حضر لنا زابينغ تنطلق الرحلة والبداية كالعادة بالريكاب في وسط الأخبار نتاعنا وأجواء رمضان وتحذيرات العيد أكثر فيديو على الأقل الأسبوع هذا يتم تداوله وتفاعله مع وأكثر تصاور مسة التوانسة والعالم العربي جاونا من فلسطين ومن الأقصى الأقصى يستغيث نشوفوا تقرير ونرجو نحكيه في البلاتو التونسي وتحذيرات العيد التكلفة اليوم حسب رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ما بين 300 و 350 دينار طفل عمره 6 سنوات قبل ما ناخذ رايكم في الأرقام تشرح حوايج عيد سونية تعيد هي بلاش بالانستغرام يرحم الانستغرام كادوات يجيوك عليه كادوات نشري معناها بون اذا تجيني معناها تجيني هدية ما نقولش لا ما انا نشري عادي لكن كي تبدا في الأزمة تشري وحدك ولا تشكون لا في الأكثر نمشي وحدي خاطر كي نحب كي نقيس ما نحب حد يقول لي هيا ولا نحب لا هو يحب تعرفوا حزار تعرفوا حزار مش كيستيون حزار أما نعرفوا نحن بصفة عامة رجال كي يمشيو مع نساء للشوبينغ يقلقونا هو مرج يا خويا مراجع بالخمسة سوايع تقيس يا خويا نعرف يا أمي ولا تمشي معاهم المعرض حياتك تتدمر المهم أما توا بالنسبة في ظل الأزمة حاجة البيئة رفيق تتفاعل معنا شكرا على الاختيار أنت تحكي وهي تحكي حيد هي تتعدل الجملة اللي حاجتها بها ومراد يتبسم ويوقف في الكرسي نقول لك لأنه زياد ديما يحاول يستفزني وأنا الحمد لله يعني دمي بارد دمك بارد ولا أقبل إنجليزي من الصعب استفزازي لا وزيد قاعدة تتعلم قاعدة تتعلم من المعلم باهي أنت الملك الدم البارد ربي يستر المهم توا ربي يستر احنا توا في نعيشوا في ازمه اقتصاديه وازمه غذائيه لازم نقول لكن احنا توا مش فايده توا انا بالنسبه لي هو قال لك الحمد لله قلتهم جاوب والله ايش تحبني نقول والله ربي يهديكم نجم نكمل بربي جونسين معناها ونكمل فكرتي ولا تحبوا تحب تعدل المورال لا كوما ضربنا عاد انت علاش المهم انا توا ضد انه احنا طفل صغير نشري له ب 300 و 350 و 400 راهو العيد احنا رمضان شنو رمضان اللمه رمضان الصيام رمضان في العيد نحتفلوا اي نتلموا فما لمه العائله اخي لبسه لازم كله جديد ما نجموش قطعه جديده وقطعه لغه تلافس ماهيش لك ماهيش صعيبه لا لا سيريوز ماهيش بلوتو ماهيش سهله باش تقنع ولدك انه يعيد بحاجه قديمه وقت اللي انددوا الكل يعيدوا بالجديد ماهيش حاجه سهله ايش نقول لك نعلموا صغارنا ما يصيرش وقت اللي فما شده وقت اللي فما رخاء زاد ديما معناتها نهار العيد يعملوا لهم درس ونهار الشده والرخاء هكا يلموا ولاد يقولوا ولا يحطوا له سونيا اليونسي يحطوها في التيك توك يعني احنا تو باش تفهمني تو احنا كي نلبسوا حوايجنا ونخرجوا في التلفزه كنا حوايجنا جدد كي بربي عزلك نحن تتحكي مع عباد صغار بنات صغار يفهم هو المتر يلبس حاجه جديده اقسم بالله امان من غير ما تنفعل من غير ما تنفعل والرسول علينا لحظه شبيه تشبد عليك بالبارد اليوم لحظه شبيه تشبد عليك ملك البارد انا ضد انه احنا في العيد نقترضوا الفلوس انا ضد انه في العيد نوليو نحن تحت الصفر في العيد الكبير ناخذوا نتسلفوا ولا نشتريوا علوش خاطر الصغار باش يغيروش من الجيران علاش نربيو صغارنا باش نغيروا احنا ونقارنوا اخويا نربيو صغارنا بالقناعه القناعه كنز لا يفنى كلامك تيوريك محلى امانة بالنسبه لي زوز مناسبات يصعب لرب العائله انه يعمل فيهم الشيء هذا خاطر الصغار يفرحوا بالعيد الصغير والحوايج ويفرحوا بالعيد الكبير وبالعلوش نقيب من غير إطالة الرونتري يا رفيق الرونتري ذاك وني وبليجي العويج والكرتابة وال... أنا تعليق صغير بركة تعليق صغير بركة من وحي الخيال تعليق صغير توا لو كان يكتب لهم ربي مثلا كيما قال تلاء وعندهم ولد صغير وكذا درس سوى 3 سنين 4 سنين مراد وكيف باش فيه فهمني هكاك سي مراد داخل من نصرة اللحم في العيد الكبير نعم تدخل ترجعوا من العتبة اقسم بالله والله انا نعرف والله هذا صحيح
رفيق انا نحب بربي سامحني عندي معناتها نحب ننصح الاولياء خاطر تو قاعدين يشريف في الحوايج يعرفوا كيفاش يلبسوا ولادهم باش تعطيهم نصيحه في اللوك او برشا صغار لبسوهم وطلعوا ضحايا وعندهم عقد وما نجموش يتجوزوها بربي يا رفيق لحظه دونك انت ماكش باش تعطي نصائح كيفاه يلبسوا لازم كيفاش ما تلبسوش كيفاش ما تلبسوش صحيت ولا خاطر عندي انا حاله كانت نجمو تفلوتيو الوجه اما كان تحبوا تعديوها عديوها كرونيكور سابق سابق ما نعرفش كان خويا زيني نجم يحط لي التصوير كان عندنا تصوير يلا شو هذا في العيد هذا في العيد شكون هذاك سروال عزيز ومريول بنانا يا حسن بنانا انت خلص في الكار رفيق وكل بنانا نطرها على اساس باركينغ قبل ما تعرف مهري الكل لا مش مهري التصوير مو ظاهره مليح وذاك شكون معاك ساعه ما درا شكون هو ما يعرفوش يعرف والله يا رفيق والله قلت لي تلمون لوك بيزار يتصوروا معاه يتصوروا معاه لا رفيق عرفت كي تقوم الصباح تلقى برشا عباد في الدار تلقى عبد عمرك لا ترى ولد عمت بوك بو جد كذا تلقى في الدار محمود مشيت للطبيب على اللوك هذا على لبسه راهو وقتها شو السبتة رفيق بربي السبتة وليه والألوان يا راب والله أغزر رفيق الكوب بتاع السرويل أنا بالعكس أنا مانيش معقد جملة خاطر قبل كانت تظهر لنا اللبسة هذيك محليها راهو وقتها ما فما حتى وقت اللبسة هذيك كانت فيها محليها ولا حتى وقت أغزر على الأقل على الأقل أنا رفيق كانت عندي الشجاعة إيه بسيط انا عندي الشجاعه وما نتنكرش للماضي نتاعي انا الوحيد بالبير الكرونيكور اللي كلموه وقالوا ابعثوا تصاور بتاع العيد كيفاش كنت قبل انا لقيت هذه ضحكتني ضحكت عليها برشا وبعثتها مقدد وفتحي ما فماش تصاور وقت اما سينو اخويا شو محليه كان والله اخويا بو والله اخويا والله تحيه المحمود والله تحيه المحمود هاي ثانية وبعدها نشوفوا تصوير أخرى من الكرونيكور مراد فتحي 300-350 دينار برشا سي نورم ينحيها يا زين يزي ربي خليها ربي خليها صغارك يا مظلم مش نورم أما برشا برشا مراد لا وبرشا بالخصوص كي تبدأ عندك زوز وثلاثة بيانسي قد تبدأ واحد على ليميت تتعدى ثلاثة معنى عندك مليون زوز عندك 700 دينار في رمضان وكما قلت لك قبيليك الرونتري عندك الرونتري وتولت عندك الحل اليوم والعيد ميلاد كل شيء مراد باش يقاطع كل شيء صغير وعيد كبير وراس العام وباش كل شيء لازم يحط زين فيه لا فما دواء يا رفيق اسمه الفريب الفريب جمهور الكل يعرفوا الفريب اما شكون ما مشاش الفريب اما غلي الفريب والله غلي والله غلي حتى الفريب وانا قلت لك في العيد الصعيب فتحي شوف بالنسبه لي انا العيد حاجه مقدسه رمضان للكبار والعيد للصغار هذا هو ما فيهش مهما تكون راه نتنجم نتحطوا شوف الكبدة وجي العيد مهما تكون الظروف يلزمك تشري حوايج جدد للصغيرات متاعك والله يكون في عون الوالدين اللي والله ربي يكون في عونهم لأنه فعلا والمقارنات والمركبات اللي تريد نجر عليها بطبيعة الحال بالنسبة لي أنا واحد الأولياء لأنه الكبدة معناها صعيبة نحي من لحمي باش نعطي لصغيراتي باش نعرف نعرف ظروف صعبة وصعبة جدا ولكن على الأقل قطعة اثنين جدد على الأقل باش الصغيرات يفرحوا يا فتحي رانا قاعدين نقول نحكيو على أساس ثم دي بارون ما يحبوش راه دي بارون يبداو باش يبيع قطعة من لحمه صحيح. وما يخلطش عليك القطعة هذيك يا فتحي راه خارج من رمضان شوف شو صرف أنت في رمضان واش صار في وسط العام بعد جهة تقول له طفل ب 300-350 مش الحوايج راه العيد مش الحوايج بيسير. والله يا رفيق تعرف انا حبيت نعديها التصويره هذيك رياكو نتذكر امي بالحق كما كان يحكي اش كانت تعمل باش تشري لنا حوايج العيد معناتها دورت علينا شهريه والله بالحق شهريه بركه كنا زوز صغار في كفالتها وهي تصرف علينا وتوكل فينا وكيفاش يعلم وقتها بابا بعيد علينا كيفاش تعمل باش توفر كل 150 ولا 200 دينار وقتها باش تشري لنا حوايج العيد دونك تحيه لها باش تجي انت زيد تضحك عليهم وانا انا متشرف برشا باش تجي انت تضحك عليهم من بعد اللي كبرتنا وطلعتنا رجال والله الحمد لله برافو والله ولبستنا وكنا والله فرحانين بكل والله هو كبيرة من والله برافو اخرج هو كبيرة خرجت يا ابو لهب انا ما قلتليش والله يتيتم رفيق لبس عليها ما قلتليش احنا عندنا تصوير اخرى عندنا تصوير اخرى نتاع بقصه البرنامج سونيا اليونسي قبل كيفاش كانت تعيد والله نصور حلو اعطيونا سونيا
والله محلاها والله مزيانة سامباتيك سامباتيك أنيقة رشيقة هاك كنت تعايد علاش تحب صغار معاش يعايد ما قلتش أنا صغار ما حبش يعايد وأنا نحكي مع الناس اللي ما عندهاش اللي الناس تتقوى على روحها وتمشي تقترض الفلوس باش تعايد هذيك هي أما اللي عنده يعايد واللي نجم عنده الإمكانيات يفرح صغار وإن شاء الله عيدكم مبروك أما نفس الغزرة نتاع مش فاهم حاجة زين تحس مراد صغير ربي يكون في عون التوانسة الكل الله لا يحرم صغير من عيد والله لا يحط واحد من الأولياء في حالة العجز نتاع يحب يجري لصغاره وما ينجمش يشري لهم هي فرصة باش نعاونوا فما صغار محتاجين وفما أيتام ما عندهم شكون حتى يحاول على خاطرهم ادخلوا بربي على باج فيسبوك تلقاو برشا جمعيات نتاع كفالات أيتام وقاعدين يعملوا في برشا نداءات يحبوا شكون يعاونهم على التكلفة نتاع حوايج العيد هو شهر فعل الخير وما فماش حاجة تنجم تربحنا ثواب أكثر من كفالة يتيم ولا نفرح يتيم إن شاء الله بمناسبة العيد إن شاء الله عيدنا مبروك لتوانسة لكل هو زيدا يعيد ويشتري الحوايج يشتري ليه والمرته وللبومبينو جديد اللي في اثنين حب تصفيقة توسي اقعدوا معنا توا جديد يجيكم من عند نيو ستار نيو ستار for a better life كما تعرفوا نيو ستار هي الماركة التجارية الغنية على التعريف ماركة عندها أكثر من 26 سنة خبرة أحسن رابور كاليتي بري اليوم في السوق ونتحدى الجميع تلقاوه كان في نيو ستار نيو ستار الماركة اللي عندها بوكو دو شوا في لو برودوي اللي يسهلوا العيشة في كل دار كيما لي ريفريجيراتور لي ماشين لافي لي لاف فيسيل لي زانكاسترابل لي كليماتيزور والتلفز باش تاخذوا أكثر فكرة باش تاخذوا أكثر تفاصيل نمشيو مع نيو ستار ونرجعوا بعد لحظات للبلاتو ماني قلت لك بدلها التلفزه باش نبدلها ترى نيو ستار شنو قلت نيو ستار نيو ستار نيو ستار نيو ستار New star for a better life. نحكيو على الجديد نتاع نيو ستار بعد لحظات ما في بالك زياد اللقطه هذيك راهي صحه نيو ستار هكا معناتها انا الورقه هذيك كي نقول حاجه نيو ستار تتقلب جرب نيو ستار رغبات الحريف يزل فيه تقول نيو ستار يا أخوي أنا ماذا بين نقول نيو ستار يولي فريجيدير ترى جربها ما قالوا لي ما فهمش نيو ستار يقعد هو ما يريزيس سالة في الأفلام يلقوا لنا حل نيو ستار نولي وبدلوا الكرونيكور بالكلمة متاع نيو ستار سينو نحكي لكم على الجديد متاع نيو ستار نحكي لكم على بوتيت إلكتروميناجي اون نوفيل جام متاع بوتيت إلكتروميناجي على ذمتكم اليوم البلندر إلكتريك بويسانس 600 وات لا مناسبة inoxydable نحكي فيها اوبسيون حلوه برشا ترحيلكم زاده لي غلاسون الغله الخضره وتعمل انواع الجو الكل يجي معاها مولا كافي غراتوي نحكي زاده على لاشواغ الكتريك نيو ستار 600 وات دو بويسونس فيها دوبل موناسي inoxydable كاباسيتي 1 لتر معهم زاده تلقاو الباتور الكتريك نيو ستار بويسونس 700 وات 5 فيتيس فونكسيون توربو مع هذا الكل تلقاو على ذمتكم زاده الميكسور الكتريك ملتي فونكسيون 3 en 1 ديما مع نيو ستار يخلط يفرم ويركض بويسونس 1700 وات فيه بولاشوار 1 لتر دوزور 600 مليلتر ونلقاو معاه زاده لام اي ميلونجور اون اسي انوكسيدابل ادليل مكمل مع نيو ستار نيو ستار تحط على ذمتكم لي بويوار انوكس نيو ستار كاباسيتي 1.8 لتر بويسونس 1800 وات كور اون اسي انوكسيدابل تلقاو على ذمتكم زاده الكافيتير كاباسيتي 1.25 لتر 12 تاس puissance 800 watts, porte-filtre amovible au système anti-goutte. Ou ma hève alcool, l'edlel, mayoufèche, New Star, hâte à ta lavemut comme zède, aspirateur cyclone, puissance 2200 watts, écologique, capacité de réservoir 2.5 litres, tasfiqa kbira, al gamme.
بتيت الكتروميناجي نتاع نيو ستار. احنا مازلنا مواصلين حديثنا على نيو ستار، بعد شويه نعطيكم وين تلقاو لي زارتيكل ولي برودوي نتاع نيو ستار، ولكن قبل هذا التحدي زياد كالعاده سونيا اليونسي، شكون زاد باي نيو ستار؟ يلا سيدي اعطينا الموسيقى الاذواء الحمراء حاضره. قداش تنجموا تسميوه من برودوي من لي برودوي اللي كنت نسمي فيهم نتاع نيو ستار؟ شكون عنده الميموار تليفون؟ ميموار تليفون. شكون عنده الميموار خير سونيا وينجم يسمي لي برودوي اللي كنت نسمي فيهم نتاع نيو ستار؟ سونيا قداش؟ واحد اثنين ثلاثة برا برا خمسة برا ست برا سبعة حياة نيو ستار ثمانية. هما ثمانية زين. أي ملا مبروك عليك. مبروك عليك زين. أيوة أي أي. خليني. هما خليني ركز. سمي ثمانية. أي. تربح لي برودوي الكل من عند نيو ستار. أي. تغلط ينتهي الموسم بالنسبة لك. باهي رفيق إن شاء الله. لا بإذن الله لا مكبتهم. ركز. مركز خويا رفيق. كاريرك. كاريري مع نيو ستار. ثلاثة. اثنين واحد توب كرنو يلا. عنا اولا بلندير نيو ستار. عنا اشوار نيو ستار. عندك زادة باتور نيو ستار. عندك ميكسور الكتريك نيو ستار خويا. عندك بويوار الكتريك نيو ستار خويا رفيق. عندك كافيتير نيو ستار. عندك ميكسور نيو ستار. وبطبيعة الحال عندك أسبيراتور نيو ستار. والجواب صحيح في هذا المكي. ربي معلومة رفيقة إنه اللي تروفيها دوما اللي سميتهم الكل ترقاهم مختلف الألوان، كل واحد وذوق متاعه، كل واحد اللون متاعه بريفيري ترقى فيهم الألوان الكل. وتحية النيو ستار خويا رفيق. تحية للنيو ستار وتحية لكم أنتم اللي تفرجوا فينا. نحب أقول لكم أنه اللي برودوي نيو ستار الكل تلقاهم على ذمتكم في حوانة الإلكتروميناجي، حوانة الإلكترونيك، نلقاهم زاد على كامل تراب الجمهورية في لي سوبر مارشي واللي سيت دو فونت اون لين. نيو ستار فور بيتر لايف. نيو ستار فور ا بيتر لايف. مازلنا مواصلين معكم سهريتنا على قناة الحوار التونسي. قعدوا معنا، موعدنا بعد شوية مع الجزء الثاني من راف مايك بلس. فاصل ونواصل.